تنشوفوا الدجاج دابا حاليا تنقتنيوه ب 20 درهم الكيلو، وما كاين لا عراسات ما كاين لا مناسبات لا والو، هادشي راه بزاف. مطيشه 1000 فرانك، بطاطا 160، وهاد البوفري كيفاش غادي يعيش هاد البوفري هذا خويا؟ راه ما كاينش كيفاش، كاين مشي خدام على سميك 2000 درهم اش غادير ليه؟ فين هي الماكله؟ فين بحالي انا نيت انا بائع متجولات ميكا ديال الدواي، فين هي المعيشه؟ كاع ما كلينا اليوم والله الا مغدين بالطون والله العظيم البواط ديال الطون انا ووليداتي باش نشري الدواي. فهمت هاد الدواي ما تنكذبوش حنايا، شوف كلشي هاد الدواي. ولكن اخويا راه حنا راه هادشي تقهرنا، حنا راه بغينا ناس مسؤولين يشوفوا الجانب ديال الناس البوفريه اللي لاباس عليه، راه عنده كارطه تيدخل سوبر مارشي تيخلص فيها 2000 درهم 3000 درهم، وخا يكون الدجاج داير 1000 ريال الكيلو غيشريه. اما البوفري بحالنا حنا غتلقى الدجاج ب 400 درهم مسكين، تيولي واخد 1000 فرانك ديال الدجاج، 1000 فرانك ديال الدجاج غدير في عائله مسكين، راه بزاف هادشي. شوفوا بشويه بعين الاعتبار الناس، بزاف المسؤولين هادشي، كلشي غلا كلشي كذا بزاف بزاف بزاف. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي.